أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا مزيكا كمين من نمسيك تحدي العمق. صديقتنا الجميلة غذاء بتري في أحد الساقين، بتستخدم مركز معدني بجانب الساق الأخرى لممارسة حياتها. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح والسعادة بقوة إرادتها وعزيمتها، تواجه الإعاقة بكل شجاعة وبثقة بالنفس، حتى كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للبنت القوية، صاحبة الإرادة الحقيقية اللي بقوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتغلب على أعقدها وتهزم كلمة مستحيل بقوة إرادتها وعزيمتها. نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة تخرج للمجتمع بإرادة قوية وعزيمة وإصرار وبروح التحدي، تواجه كل صعب رغم كل الصعوبات والألم اللي مرت بها صديقتنا الجميلة، إلا أنها نجحت في تحديها.